مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق تيك توك، تحديدا عن طريقة إضافة بريد إلكتروني بعد التحديث الأخير. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. طبعا مثل ما تحصلون التحديثات توصل، فهذه السنة أيضا وصلت كثير تحديثات، فحبيت أعمل طريقة إضافة البريد الإلكتروني إلى تطبيق تيك توك. طبعا كل واحد يحب يحافظ على حسابه، ضروري أنه يضيف رقم هاتف وبريد إلكتروني فعال، لأنه بدون هذول الاثنين للأسف حسابه إذا راح ما راح يقدر يرجع. والآن راح ندخل من داخل التطبيق أشرح لكم. حتى نضيف بريد إلكتروني راح ندخل على تطبيق تيك توك، وبعدها ندخل على ثلاث أسطر. راح تظهر عندي هذه الصفحة، أدخل على هنا إعدادات والخصوصية، أدخل على الحساب، أدخل على معلومات المستخدم. راح يظهر عندي رقم الهاتف، أنا ما أحتاج البريد الإلكتروني، راح أخلي البريد اللي أنا أريد يرسل لي عليه رمز. والآن راح يرسل لي رمز إلى هذا البريد الإلكتروني. فقط اللي تعمله أنه تخلي هذا الرمز، وإن شاء الله تنضاف عندك الرمز. وصل الآن، بعد ما خلينا الرمز تمت إضافة الحصول على بريد إلكتروني، الحصول على تحديثات، وطبعا الآن مثل ما تشاهدون انضاف الرمز ورقم الهاتف. طبعا ضروري تعملون هالشي هذا، لأن أنا للأسف اكتشفت أنه رقم الهاتف هذا مالتي قديم ويحتاج أجدده، فهذا الآن البريد الإلكتروني أخاف الهاتف يروح، فعندي البريد الإلكتروني موجود. نهاية الفيديو، فيديو قصير، أتمنى استفاديت، وطلب لا تنسون الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام.